الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان ماضي على وزن فعل مكسور العين فمضارعه يفعل بفتح العين نحو علم يعلم، إلا ما شذ نحو حسب يحسب وأخواته. وقوله إلا ما شذ كما مر معنا أن الشذوذ قد يأتي بمعنى اللحن الذي هو خطأ، وقد يأتي بمعنى اللغة القليلة، والمراد الثاني. فمراده رحمه الله أن حسب يحسب جاء على خلاف الأصل كما مر معنا فيما تقدم في كتاب الأساس والبناء. ولهذا قالوا أن أفعال هذا الباب أي حسب يحسب لا تزيد عن 30 فعلا، وهذا يؤكد أنها جاءت على خلاف الأصل. قال رحمه الله تعالى: فعلم أن الآن هذا الباب جاء وجهان من 3 أوجه، والباب الذي قبله جاءت 3 أوجه كاملة. وسبق أن أهل هذا العلم عللوا ذلك بخفة الحركة، فلما كانت حركة الفتح أخف استوفت أوجهها جميعا 3، ولما كانت حركة الكسر أثقل من الفتح استوفت الوجهين، ولما كانت حركة الضم أثقل فإنها أتت على وجه واحد. قال رحمه الله تعالى: وإن كان ماضيه على وزن فعل مضموم العين فمضارعه يفعل بضم العين نحو حسن يحسن وأخواته. وهذا كما سبق جاء على باب واحد فقط، لأن حركة الضم كما قالوا ثقيلة، فلذلك ثقلها كان داعيا لأن تأتي من باب واحد. وتعليل ثاني أن الانتقال من الضم إلى الكسر أو إلى الفتح كذلك مستثقل، فلهذا لم يرد. قال رحمه الله تعالى: وأما الرباعي المجرد وهو باب واحد فعلل كدحرج دحرجة ودحراجة. ومر معنا أن للرباعي ملحق. قال: وأما الثلاثي المزيد فيه فهو على 3 أقسام. الأول ما كان ماضيه على 4 أحرف، وهو الذي نقول فيه ما زيد فيه حرف واحد. قال: كأفعل نحو أكرم إكراما، وفعل نحو فرح تفريحا، وفاعل نحو قاتل مقاتلة وقتالا وقيتالا. هذه 3 أبواب كلها لما زيد فيه حرف واحد. قال: والثاني ما كان ماضيه على 5 أحرف، إما أوله التاء مثل تفعل نحو تكسر يتكسر تكسرا، وهذا ما كان ماضي على 5 أحرف هو ما زيد فيه حرفان كما سبق. قال: وتفاعل، هذا هو الباب الثاني مما زيد فيه حرفان نحو تباعد يتباعد تباعدا، وإما أوله الهمزة مثل
إن فعل، وهذا الباب الثالث، نحو إن قطع ينقطع انقطاعا، وافتعل، وهذا الباب الرابع من مزيد في حرفان، نحو اجتمع يجتمع اجتماعا، وافعل نحو احمر يحمر حمرارا، وهذا هو الباب الخامس. وقد مرت معنا هذه الأبواب الخمسة فيما تقدم، فيما زيد فيه حرفان على الثلاثي، فهي خمسة أبواب. قال: والثالث ما كان ماضيه على ستة أحرف، وهذا هو ما زيد فيه ثلاثة أحرف. قال: مثل استفعل، وهذا هو الباب الأول مما زيد فيه ثلاثة أحرف. قال: نحو استخرج يستخرج استخراجا، وافعال، وهذا هو الباب الثاني مما زيد فيه ثلاثة أحرف. قال: نحو احمار احمار احميرارا، وافعوعل، وهذا هو الباب الثالث مما زيد فيه ثلاثة أحرف. قال: نحو اعشوشب اعشوشب اعشيشابا، وافعلل، وهذا هو الباب الرابع مما زيد فيه ثلاثة أحرف. قال: نحو اقعنسس يقعنسس يقعنساسا. قال: وافعلل، نحو اسلنقا اسلنق اسلنقاء، وافعول، نحو اجواد اجلوذ، نعم اجلوذ، عندي بالالف خطا، صوب، افعول، نحو اجلوذ يجلوذ جلواذا، وهذا هو الباب السادس. ولاحظوا انه في هذا الباب ما زيد فيه ثلاثة احرف ادخل بعض ما مر معنا انه ملحق بالرباعي، فمر معنا فيما سبق في متن الاساس والبناء ان ما زيد فيه ثلاثة احرف هو اربعة ابواب. ما زيد فيه ثلاثة احرف هو أربعة أبواب: الباب الأول استفعل، والباب الثاني افعوعل، والباب الثالث افعول، والباب الرابع افعال. وما ذكر هنا من باب افعلل وهكذا كذلك افعل، فهذا مما مر معنا أنه من الملحق، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. وأكثر هذه الأبواب قد مرت معنا بما يغني عن الإعادة. طيب، في شيء بهذا؟ إلى هنا إن شاء الله.